الخير. حلقتنا اليوم عن العقار. نسمع انه اسعار العقارات كثير عم ترتفع بلبنان. هل هالشيء عم بيخضع لقعده العرض والطلب او في غير سبب اديب؟ رونالد، في غير سبب. تنفهم ليه لازم ننتبه انه العقار من الاصول مميزه، فهو اول شيء بيلعب دور الملاذ الامن، يعني فالور ريفيوج، يعني بتلتجي له في حال خفضت قيمه العمله، مثل الذهب مثلا. ثاني شيء بينفع للاستعمال، مثل السيارات اللي عم نستعملها، مثل الشقه للسكن. وثالث شيء مرغوب من الشاري لمردوديته، مثل الاسهم والسندات. وهالخصائص كلها بتحدد علاقته بالشاري. وبنعرف انه من سنه 2008 ل 2010 ارتفعت اسعار العقارات بنسبه 600%، ومثل ما جعل العقار استثمار كثير مربح بلبنان. والمهم انه ارتفاع الاسعار بتأدي لأشخاص جدد يدخلوا بالسوق العقاري، وهذا بأدي بدوره لارتفاع الأسعار أكثر وأكثر. وهذا بيعكس كل القواعد الاقتصادية اللي بتقول إنه وقت اللي بترتفع أسعار العقارات بده يخف الطلب عليها، وإذا خف الطلب بده ينزل سعرها. مزبوط، وهذا مبني بالنسبة للعقار على التوقعات إنه الأسعار رح تستمر ارتفاع بالمستقبل. يعني السعر بضل مبين منخفض طالما واحد بيعتقد إنه في يشتهي العقار ويبيعه بسعر أغلى بعدين. طيب بضل هالطلب مستمر، لازم على الشارين يكون عندهم امكانيه انه يضلوا عم يشتروا. من هون اهميه القروض المصرفيه يلي بتعتبر اساس بارتفاع الاسعار، وهي المحرك الثاني لارتفاع اسعار العقار. يعني المؤسسات الماليه ما رح تترك هالقطاع، وبدها تاخذ حصتها من الارباح عبر الفوائد اللي بتفرضها على القروض على الشاري وعلى البيع. مش هيك عم نشوف من كم سنه زياده التسليفات اللي عم تعطيها البنوك، اللي هي اللي عم بتؤدي الى ارتفاع اسعار العقارات. منشوفكم بكرة بحلقة جديدة، ودايما إذا بدك تعرف تبعنا.